ميه قطعه برضه. لا مش قطعه. المطار، الشنطه ضاعت في المطار، دايما الشنط بتضيع في المطار طبعا، صح؟ مطار ايه يا طارق؟ طارق احنا جايين بالعربيه وبيتنا على بعد ساعه من هنا. بجد؟ امال ايه الشياكه اللي انت فيها دي؟ وايه البقع وايه؟ مالك يا فرحه؟ انت عامله كده ليه؟ يعني انت كمان بتتريق ومش عاجبك يا طارق؟ هو انا هنا عشان مين؟ ما هو عشانك انت اللي حطيتنا في الموقف ده، ولا عارفه انام بالليل، ولا عارفه اقعد مرتاحه، ولا انام مرتاحه ومبهدله بسببك. بس انا اسف، خلاص حقك عليا. غمضي عينك. في الحقيقه احنا عمرنا ما شفنا فرح بالشكل ده ولا بالريحه دي الا دلوقتي. تخيلي كمان الاربعه يا جماعه. لا 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 ما كانتش الاربعه، الاربعه ده اخر يوم حطت فيه ميك اب. انا اظن كان الحد. لا الحد كان اخر مره تغسل شعرها. انا متاكده ان هو السبت، اخر مره غيرت هدومها كان يوم السبت. يعني هي بقى لها اسبوع ما غيرتش هدومها ولا استحمت. بس يا بابا بس حبيبي. مين هيروح لبابي؟ ايوه خد انت ابنك وانا اخد بنتي حبيبتي. بصي ايه رايك في الروح يا حبيبتي تدخلي تاخدي شاور كده وتفوقي وتنعنشي. ماشي يا ماما انا بفكر في كده فعلا بس هروق المطبخ الاول. لا مالكيش دعوه بالمطبخ انا هعمله. دش دش بقى دش سخن كده يا فروحه تنتعشي وبليز. ماشي يلا حبيبتي. لا انا هموت وانام حبيبتي عشان تبقى ريحتك حلوه وفرفوشه كده وتنتعشي تنتعشي. حاضر يا ماما النهارده هنام وبكره هستحمى.